صعوبة التي نواجهها صراحة هناك صعوبات كثيرة نواجهها في العمل الإنساني في مجال الاستجابة الإنسانية، ولكن للأمانة يعني وأنا أشوف من حب العمل الإنساني وحب الفريق أيضا تهون علينا أي صعوبة، فما الصعوبات التي نلاقيها ونواجهها في الميدان عادة وهي متركزة بنقاط أساسية وبينها اللي هو رؤية المناطق المستهدفة، بحيث إنه أنا والفريق نشعر باحتياج المنطقة أو نلاحظ نوع يعني صراحة هم بقمة احتياج ومعاناة، ويعني نشوف إنه في دافع أكبر ودافع الإنسانية كبير داخلنا إيش نساعدهم، بنفس الوقت أيضا هناك علينا إجراءات نريد أن نطبقها وهي إجراءات خاصة بالمركز والتي تقتضي الوصول إلى جميع البيوت المستفيدين مما يتعب الفريق. الصعوبات التي نواجهها انه عدد السلال ما هوش ذاك الهم او نقدر نقول انه السلال ما هيش كافيه، بحيث انه لما ندخل مناطق اما نكون مثلا عدد مستفيدين اكبر او انه نواجه تداخل بالمناطق، بمعنى انه يعني يكون المناطق الداخله بحيث انه ما نقدرش نستهدف المنطقه كامله. دائماً يختار مناطق يعني ما قدش حد دخل لها أو وصل لها، دائماً من المركز السويدي الدولي يدخل أو يوصل إلى مناطق عمره ما قد حد استهدفها، فالحمد لله يعني بصراحة هذا الشيء بشهادة الأهالي وبشهادة المستفيدين وشهادة يعني منسقي المناطق وعقالها وعقالها. هناك ايضا لدينا مشاكل صراحه نواجهها في العمل الانساني، ابرز تلك المشاكل بصراحه وفي ظل الوضع الامني الراهن هناك المخاطر الامنيه التي قد نتعرض لها اثناء العمل، انه مثلا يعني تعرض مجموعه مسلحه او انه مثلا تعرض يعني لتهديد او انه استفزاز من قبل مثلا بلاطجه او عصابات مسلحه. تقريبا ايضا في ابرز المشاكل اللي تواجهنا انه انسحاب منظمات كبيره من داخل من وسط المدينه في ظل الاختلالات الامنيه التي حاصل اصلا، يعني انه كان هناك منظمات كبيره حاليا وسط المدينه، الان بسبب الوضع انسحبت من وسط المدينه، هذا الشيء يسبب عبء كبير على المنظمات التي لا تزال تعمل في مجال انساني، ايضا في المركز السويدي انه حتى مع انه يعني يدخل مناطق وسط المدينه ونحن نعرف الوضع وسط المدينه كيف انه في اختلالات في وضع امني ما هوش مستقر. بالنسبه لي شخصيا وبالنسبه للفريق بصراحه احنا نقوم بهذا العمل الانساني برغم المخاطر التي نواجهها من دافع انساني بصراحه، هو الذي يدفعنا لمساعده الفقراء والمحتاجين والمضرين بشكل مباشر من الحرب. وتقول ايضا صراحه حبا وابتهاجا بزرع الابتسامه والرسمه في شباب وجوه في شبه الأسر التي تقطعت بهم السبل ولم يجدوا لقمة العيش في ظل الحرب المستعرة التي أكلت الأخضر واليابس. للأمانة وبكل صراحة أنا من أفضل الأيام التي أقوم بها بزيارة ميدانية إلى الميدان وإلى المناطق التي نستهدفها، بصراحة شعور جميل وشعور رائع إنه نخرج أنا والفريق بزيارة ميدانية لتفقد هموم الناس وتلمس احتياجاتهم للمناطق، والناس صراحة يقابلوننا كأننا رسلا نأخذ عن كاهلهم وعاتقهم وأوجاعهم وآلامهم ثم نعود إليهم حاملين البشرى لهم بما يسرهم ويخفف عنهم من مرارة العيش وضيق الحياة.